عبر الهاتف للمزيد ينضم إلينا الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، بداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز إلى هذه التغطية. حينما نتحدث عن العلاقات المصرية الكويتية نتحدث عن العديد من التواريخ المضيئة في الحقيقة، علاقات قوية ممتدة. الكويت ومصر تربطهما علاقات استثنائية. أستاذ صلاح، طبعا العلاقات المصرية الكويتية علاقات متجذرة ضاربة في يعني عمق تاريخ البلدين يرجع إلى عقود طويلة وليس سنوات فقط. مصر من أوائل الدول التي ساهمت واعترفت باستقلال دولة الكويت في عام 1961. مصر ساهمت مع شقيقتها الدول العربية في تحرير دولة الكويت عندما تعرضت للغزو من جانب السلطات العراقية في ذلك الوقت في عام 1990. التبادل التجاري بين البلدين يعني بلغ يعني أفاقا كبيرة، وصلت إلى 3 مليار دولار. حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوز 15 مليار دولار، الاستثمارات المصرية في الكويت تجاوز 1.1 مليار دولار. الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر بعد دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. الكويت خامس دولة بقائمة أهم الدول المستثمرة في مصر. الكويت شاركت في حرب 1973 بثلث قواتها العسكرية بلواء اليرموك الذي ساهم مع القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر المجيدة. مصر يعني ساهمت في تحرير دولة الكويت في عام 1991 من الغزو العراقي، إلى جانب أنه مصر داعم رئيسي لدولة الكويت، ومصر عبرت عدة مرات بأن أمن الخليج هو من أمن مصر، وتعتبر أنه العلاقات المصرية الكويتية هي يعني في أوج تطورها مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه في عام 1914، وهو أولى العلاقات المصرية الكويتية اهتماما كبيرا. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عندما تولى مهام منصبه هي هذه أول زيارة دولة يقوم بها إلى القاهرة. طبعا هذا يدل دلالة كبيرة على أهمية العلاقات بين البلدين. طبعا هناك الكثير من الأفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى الثقافي أو الأمني أو الفني. طبعا هناك تنسيق للمواقف بين الجانبين وتطابق شبه كامل في الرؤى تجاه القضايا التي تهم المنطقة العربية في جميع المحافل والأروقة الدولية. طبعا العلاقات الثقافية علاقات مميزة وتميزت على مدار تاريخ العلاقات بين البلدين، ويعني كان هناك اهتمام مشترك وتبادل للوفود والمشاركة المتبادلة في معظم الفعاليات الثقافية والفنية بين البلدين. هناك 640 ألف مصري يعملون في دولة الكويت، هناك عدد كبير من الطلبة الكويتيين الذين يتلقوا تعليمهم في المدارس والجامعات المصرية يصل إلى 23 ألف طالب. عدد السياح الكويتيين الوافدين إلى مصر حوالي 160 ألف سائح سنويا. حجم استثمارات ومشروعات مشتركة بين البلدين وصل إلى حوالي 1305 مشاريع. حجم استثمارات مشتركة حوالي 4.27%. يعني ده دليل على قوة العلاقة ومتانتها بين البلدين الشقيقين. وهناك أواصر يعني تجمع بين البلدين سواء مصر والكويت في العديد من المجالات المختلفة. صحيح. أستاذ صلاح، في الحقيقة هي زيارة تاريخية للأمير الكويتي، وحينما نتحدث عن العلاقات المصرية الكويتية هي العلاقات التي وصفت بالأنجح والتي يجب أن يحتذى بها في تاريخ العلاقات العربية. التوافق في الرؤى والحكمة في القرارات أستاذ صلاح، البعض أرجعوا لأن هو يمكن ده اللي مخلي العلاقات بين الكويت ومصر قريبة بهذا الشكل، ترجمة هذا التطابق في الرؤى كيف من الممكن أن يتم على أرض الواقع؟ هو طبعا الترجمة تنعكس في طبيعة العلاقة نفسها، يعني هناك زيارات متبادلة بين قيادتي البلدين، هناك تاريخ مشترك وتاريخ عريض من هذا التلاحم وهذا التلاقي بين قيادتي البلدين، بلغ أوجه في العلاقة الأخوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير دولة الكويت الشيخ مشعل
أعتقد أنه الزيارات المتبادلة لا تحتاج حتى إلى الإطار البروتوكولي أو الإطار الرسمي، يعني هي علاقة أخوية أكثر منها علاقة رسمية، باعتبار أنه الدولتين تجمعهما الكثير من الروابط المشتركة. ليس هناك أي يعني موانع تمنع قيام قيادتي البلدين بزيارة كل بلد أو البلد الآخر. هناك بالفعل يعني خصوصية في العلاقة المصرية الكويتية نتيجة هذا الإرث التاريخي في هذا في التبادل. ومصر يعني عندما يعني تحتاج إلى دولة الكويت تجدها إلى جوارها، والكويت بالمثل عندما تحتاج إلى مصر تجدها فورا إلى جوارها. وهناك الكثير من الدلائل وعمق العلاقة شاهد على هذا هذه المواقف، إلى جانب طيب طبعا بس في نقطة أستاذ صلاح، نقطة تطابق الرؤى على سبيل المثال، القضية الأهم في هذا التوقيت هي القضية الفلسطينية. في توافق في الرؤى بين مصر والكويت فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وحصول الفلسطينيين على حقوقهم، كيف من الممكن من خلال هذه الزيارة التي يعول عليها الكثير بشكل أو بآخر، وفي طموح أن يتم الخروج منها مش فقط على صعيد القضية الفلسطينية، ولكن في نية لدى الطرفين للخروج أو يعني توسيع نطاق التواصل والعلاقات بين البلدين، كيف من الممكن أن تترجم هذه التوافقات في الرؤى على أرض الواقع فيما يخص القضية الفلسطينية؟ الكويت ليست بالدولة القليلة عربيا وفي محيطها الإقليمي، وأيضا مصر خطت الكثير من الخطوات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تحديدا يا فندم. طبعا القضية الفلسطينية هي جوهر القضايا العربية التي تهم جميع الدول العربية، وطبعا مصر معنية بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية، وتبذل وبذلت جهدا كبيرا من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وآخرها طبعا المفاوضات التي يعني الوفد الأمن المصري الذي قام بمبادرة من أجل الوصول إلى وقف كامل وتام لإطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. طبعا هناك تطابق وتفاهم بين البلدين الشقيقين سواء مصر أو الكويت تجاه القضية الفلسطينية تحديدا. الكويت ومصر تجمعهما رؤية مشتركة تجاه ضرورة حل هذه القضية في كافة المحافل الدولية. عندما عرض موضوع يعني عضوية فلسطين، دولة فلسطين كاملة العضوية أمام مجلس الأمن الدولي، كانت المواقف العربية داعمة للحق الفلسطيني، وعلى رأس هذه المواقف طبعا تأتي الدولة المصرية ومعها دولة الكويت الشقيقة، إلى جانب طبعا أنه الكويت داعم رئيسي لضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب إنفاذ المساعدات. وصلت إلى مطار العريش الدولي يعني حوالي 18 أو 19 رحلة جوية مباشرة من الكويت إلى العريش تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية تم توجيهها إلى قطاع غزة بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني. مصر بدورها قدمت الكثير من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني عبر منفذ رفح الذي تستمر فيه تقديم المساعدات عبر الجسر الجوي، الجسر البري أو الجسر الجوي المقدم من القوات المسلحة المصرية، أو من الجسر الذي يمد قطاع غزة باحتياجاته. أكثر من 85% من احتياجات أو المعونات التي تقدم إلى قطاع غزة أو التي قدمت جاءت عن طريق المنظمات الأهلية المصرية والدولة المصرية، إلى جانب أنه الكويت ساهمت بشكل أو بآخر بالمساهمات الإنسانية والإغاثية وسيارات الإسعاف التي أمدت دولة الكويت بها. هناك مستشفى يحمل اسم الكويت، هناك بالفعل الكثير من المساعدات التي قدمتها دولة الكويت إلى القضية الفلسطينية عبر تاريخها. في الستينات والسبعينات كانت الكويت حاضن رئيسي لقائد الثورة الفلسطينية التاريخي ياسر عرفات، إلى جانب أنه الكويت قدمت الكثير للأشقاء الفلسطينيين سواء بلجوء الكثير من القيادات الفلسطينية. في سنوات طويلة كانت الكويت داعم رئيسي للفلسطينيين وقضيتهم، إلى جانب طبعا الدعم الذي تقدمه إلى جوار مصر للأشقاء في قطاع غزة والأشقاء الفلسطينيين. فهذا الدعم لم يتوقف سواء من جانب مصر أو الكويت، فهناك قواسم مشتركة تجمع البلدين تجاه القضية الفلسطينية، وتجمعهما رؤى مشتركة ورؤى متطابقة عندما يعرض الأمر على الأمم المتحدة أو محفل دولي أو جامعة الدول العربية أو حتى أمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها.
فأمن الكويت من أمن مصر وأمن مصر من أمن الكويت، إلى جانب أنه طبعا يجمع الكويت بمصر الكثير من الروابط المشتركة والقواسم المشتركة التي تحتم على الدولتين أن يكون موقفهما مشترك في الكثير من القضايا، إلى جانب أنه العلاقات المصرية الكويتية علاقات مشرفة طوال تاريخها ولم تتعرض في أي من الأوقات إلى أي أزمة من أي نوع. طبعا بطبيعة أنه قيادتي البلدين يعني يشجعان على هذا المسلك، وأنه هناك الكثير من الروابط وهناك الكثير من يعني المشاريع المشتركة سواء على الجانب الاقتصادي أو السياسي أو حتى الجوانب الثقافية والفنية وغيرها من التي تجمع بين البلدين، وهناك تعاون مشترك في الكثير من المجالات. أعتقد أنه العلاقات المصرية الكويتية نموذج يحتذى به في العلاقات العربية العربية، وهناك الكثير من القضايا التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين. طيب أستاذ صلاح، في رغبة في الحقيقة من هذه الزيارة أن هي تعطي دفعة للعلاقات المصرية الكويتية. حضرتك اتكلمت فيما يخص الدعم اللي بيقدم للأشقاء في فلسطين، وقد إيه التوافق المصري الكويتي من الممكن أن هو يكون ليه وكان ليه تأثير بالفعل على أرض الواقع فيما يخص الأشقاء في فلسطين. أي الموضوعات من الممكن أن تكون موجودة ومطروحة بشكل قوي على طاولة النقاشات بين الزعيمين يا فندم؟ هناك طبعا الكثير من القضايا التي ستطرح على أجندة البحث، على رأسها طبعا كما تفضلت القضية الفلسطينية على رأس أولويات العمل العربي المشترك خلال المرحلة الراهنة، إلى جانب طبعا أنه سيتم بحث العلاقات المتميزة بين البلدين وضرورة دفعها قدما إلى الأمام حتى يتم يعني تكثيف التعاون وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة. كما أشرت أنه الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر، أعتقد أنه هناك بروتوكولات تعاون واتفاقات للتعاون بين البلدين الشقيقين تم توقيعها خلال المرحلة الماضية، إلى جانب أنه هذه الزيارة ستشهد مزيد من يعني بحث أوجه التعاون في الكثير من المجالات. هناك بالفعل آفاق متنوعة للتعاون، أعتقد أنه هذه الزيارة ستعكس يعني تكثيف هذا التعاون وتعزيزه في الكثير من المجالات، وعلى رأسها طبعا المجالات التجارية والاستثمارية التي تهم البلدين، باعتبار أنه المصالح المشتركة هي التي تجمع وتعزز العلاقات بين أي دولتين في العالم بإقامة مشروعات مشتركة وتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والفنية، وحتى في المجالات السياسية يتم كما أشرت يعني تعزيز وتنسيق المواقف في الكثير من المجالات التي تحتاج إلى تنسيق في المواقف. فالزيارة مهمة للغاية، زيارة في توقيت حساس تمر به المنطقة العربية، هناك الكثير من التحديات التي تواجه دول المنطقة، فأعتقد أنه أمن المنطقة واستقرارها يهم مصر والكويت على وجه التساوي، إلى جانب طبعا أنه هناك كثير من الملفات التي ستبحث على مائدة الزعيمين خلال هذه الزيارة للتوصل إلى رؤى مشتركة حتى يتم يعني خلال المرحلة المقبلة الانطلاق من هذه الملفات لتعزيز التعاون في المجالات التي ستبحث خلال هذه الزيارة. نعم، أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.